المعسكر ناجح الحمد لله بشكل كويس، والحراس زي ما انت بتقول كده شريف كان الحمد لله انضمنا من بدايه المعسكر ولعب ماتشين ورجع عبد المعسكر بينتهي بيومين. ابو السعود لعب يعني جزء من مباراه وعادل لعب جزء من مباراه، انما شريف هو اللعب يعني فتره اكبر شويه عشان شريف بقى له فتره كان بعيد وكان ماشي اللي راح للمنتخب. فانا شايف الحمد لله معسكر ناجح، وعندنا ان شاء الله مباراه بعد يومين ثلاثه هنا في القاهره، اخر مباراه وديه قبل الماتش بتاع مازيمبي. اتمنى ان شاء الله التوفيق لينا ان شاء الله، ودعوات الناس كلها لينا ان شاء الله. شفنا جو مرح بينك وبين الحراس، بينك وبين احمد عادل، وانتم بتعملوا شغل، جو المرح دوت اثر على المعسكر بشكل جامد ان شاء الله. والله المرح هو يعني بين الحراس وبين كل اللعيبه الحمد لله، ويمكن ان هم عادل وابو سعود وشريف قريبين مني سنا، فالحمد لله العلاقه بينا كويسه قوي، بنشتغل كويس، بنتعب، بنجتهد، ودايما الواحد بيجتهد وبيتعب، ودايما التوفيق بيبقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى.